وللمزيد ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف الدكتور كريم العمدة. بعد التحية دكتور كريم، إذا منذ ضربة البداية نجحت مصر في إدراج بند تعويض الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة، ما الذي يمثله هذا الإدراج من أهمية خاصة في وجود فجوات واسعة بين دول الشمال والجنوب؟ يعني طبعا دعونا نتفق في البداية على أن الأضرار والخسائر اللي واجهت العالم جراء أزمة المناخ دي كانت من الأمور المهمة جدا، وطبعا يعني يمكن لأول مرة يتم إدراج هذا البند ويكون على جدول الأعمال، إنك أنت تبتدي تبحث وتشوف بشكل أو بآخر إن الأضرار والخسائر ممكن تأثر بشكل كبير خاصة على الدول النامية وعلى الدول الأفريقية على وجه الخصوص، وبالتالي ده اللي بيكون كان يعني ده من كانت الجديد أو كان من ضمن الإضافات اللي أضافها مؤتمر المناخ اللي بشرم الشيخ. طبعا يعني لا تزال يعني تقييم الأضرار وتقييم الخسائر ده موضوع يعني برضو في غاية الصعوبة ومحتاج يعني مساعدات فنية، يمكن كان عمل زي ما نقول عليه مرصد للإنذار المبكر، ده كان يعني يمكن كانت من الحاجات الجديدة اللي احنا ممكن من خلالها نقدر نتنبأ اللي ممكن يحدث للدول النامية جراء الخسائر اللي ممكن تحصل. احنا ابتدينا نشوف فيضانات في باكستان، مناطق كثيرة في أفريقيا حصل فيها تصحر. طبعا الدول النامية ليه احنا بنقول ان الدول النامية من أكثر دول العالم تضررا؟ لأنها يعني الجزء الأكبر من مواطنيها ومن أنشطة الاقتصادية بها بتكون في العراء، بتكون في الأماكن المكشوفة، بتكون معتمدة على قطاعات اقتصادية أولية زي الزراعة والرعي والصيد وخلافه، وبالتالي يعني يمكن وقع الضرر اللي بيقع عليهم بيكون كبير. نعم، يعني أكثر من 44 ألف مشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ و110 من قادة الدول، أي رسائل يمكن قراءتها من هذا الحضور وكيف يضيف من ذخم لهذه القمة؟ طبعا يعني يمكن احنا كلنا تابعنا الحضور الضخم والكبير والحضور الدولي في قمة شرم الشيخ، كمان طبعا قمة شرم الشيخ دايما بننظر لها يمكن الأول مرة في القارة الأفريقية والمنطقة تنظم حدث بالقوة دي، وعلى الرغم من تعدد يعني بنقول تعدد يعني دي القمة 27 من التسعينيات وهي في قمم مرتبطة بالمناخ، ولكن يمكن كانت القمة اللي حدثت في مصر أو في شرم الشيخ كانت فيها إضافة، الإضافة الجديدة بتاعتها إن هي يعني أدرجت مواضيع على جدول الأعمال وادته الأولوية زي الخسائر، تقييم الخسائر والتعويضات وتمويل أزمة المناخ. لا يزال صندوق ال 100 مليار دولار منذ ان تم تدشينه في عام 2010، وعلى الرغم ان هو على فكره يعني ليه مجلس امناء وليه مقر في كوريا، لكن لا يزال لم يتم تفعيله الى الان، ودائما يعني كل ما الدول تحاول ان هي تفعله نلاقي ان الدول الصناعيه الكبرى والغرب يعني بيتهرب من التزاماته. يمكن يبقى احنا هنا نقدر نقول ان الفرق بين قمة شرم الشيخ وحضورها القوي عن باقي القمم ان اهتمت اكثر بجانب التمويل، وان هي فتحت مجال وطريق وآلية جديدة للتمويل، وان طبعا يعني التمويل برضو علشان اوضح مش هيكون بالسرعة اللي البعض يتصورها، لكن اظن انها تكون كمان محتاجين جولات في كوب 28 والمؤتمرات المناخ القادمة اللي هتسير على ما تذكره حضرتك. كان فحوى كلام وزير الخارجية سامح شكري بأن بعض المناقشات كانت إيجابية وبناءة، والبعض الآخر لم يعكس الإدراك المتوقع للتحرك بشكل جماعي لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية. تفضل. طبعا انا زي ما بقول ان الغرب يعني دائما بيتهرب من التزاماته، والدول الصناعيه تتهرب من التزاماتها. لا زال الحديث عن التعويضات برضه لا يرتقي الى المستوى المطلوب، لا يرتقي الى التوقعات، ولكن طبعا يعني قضيه المناخ دي قضيه عالميه وقضيه ضخمه ومحتاجه مزيدا من التعاون، وبالتالي يعني يمكن انا عايز اقول ان دور مصر في فعاليات المناخ مش هينتهي بانتهاء المؤتمر، ولكن هو العام بالكامل هو عن مصر، هي اللي هتضع تصورات او هي هتبتدي تتعامل وتنشط في مجال المناخ الى ان تسلم الرايه الى الامارات في المؤتمر القادم.
نعم، أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أقر بوجود مشكلة في قضية الثقة بين دول الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة. كيف يمكن للمنظمة الأممية والتي تعتبر المظلة الأشمل للعالم في مواجهة هذه الإشكالية؟ يعني احنا العالم متقسم إلى عالم متقدم والدول الصناعية اللي بتساهم وتشارك في أزمة المناخ الكبرى، طبعا بتساهم منفردة بأكثر من 85% زي ما بتقول الإحصائيات من تلوث المناخ، وباقي دول العالم والعالم النامي ودول أمريكا الجنوبية وأفريقيا وبعض دول آسيا اللي هي متضررة بشكل كبير، في حين إنها لم تساهم بشكل أو بآخر في التغيرات المناخية. وبالتالي هنا لازم نتحدث عن المسؤولية، مسؤولية تتحملها الدول الصناعية جراء الدول النامية، لأن الدول النامية هي في الأساس هي مصدر للمواد الخام، وهي في نفس الوقت هي أسواق بتصرف فيها الدول الصناعية منتجاتها. كمان برضو أن كل تأثير التغيرات المناخية في الدول النامية بتأثر على التنمية وبتأثر على اقتصادات الدول النامية، لأن احنا لو اتكلمنا عن التصحر فاحنا بنتكلم على ملايين الأفدنة التي يعني تبور ولا تصلح للزراعة وبالتالي تؤثر على الأمن الغذائي. لو تحدثنا عن مناطق مع ارتفاع منسوب مياه البحر ففي مدن ومناطق بالكامل سوف تغرق، وبالتالي هيكون في ظاهرة نزوح السكان تلك المناطق لمناطق أخرى. يعني ده كله بيحمل تكلفة كبيرة أو بيحمل تكلفة كبيرة على الدول النامية. وطبعا يعني منذ الأزمات المتراكمة، أزمة كوفيد وأزمة الأزمة روسيا أوكرانيا، طبعا أصبحت معدل الديون والأزمات الاقتصادية في العالم مستوى مرتفع جدا، وبالتالي يعني العالم لا يتحمل مزيدا من الأزمات الاقتصادية ولا مزيدا من الأزمات اللي ممكن يصدرها إلينا الغرب. نعم، في هذا السياق، في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تعاني منها عديد الدول واتجه الكثير منهم إلى تأمين الاحتياجات من مختلف المصادر، هل ثمة أمال لخفض الانبعاثات حتى وإن أبدت تلك الأطراف التزاما بهذا الخفض؟ يعني طبعا على أرض الواقع لا، لحد الآن على أرض الواقع وعمليا لا يوجد، ولكن يعني برضو في تشاورات وفي تفاهمات يمكن الاتجاه نحو الصناعة الخضراء أو زيادة الاستثمارات في الصناعة الخضراء، دي يمكن البداية، ده البداية إلى يعني نقدر نقول مزيدا من الاستثمارات في مجال البحث العلمي، مزيدا من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والأنشطة الاقتصادية صديقة إلى البيئة، في اهتمام بيزيد متزايد بها، ولكن طبعا لا يزال اقل من الطموح. يعني لا زال فكره ان احنا نحافظ على ارتفاع درجه الحراره 1.5 درجه مئويه فقط دون 1.5 درجه مئويه الى الان يبدو انه صعب، بالاضافه الى مليارات الاطنان من الكربون التي لا تزال عالقه في الهواء. فانت محتاج تسير على مسارين، اول مسار انك انت تقلل الانبعاثات الكربونيه ونصل الى مرحله الحياد الكربوني، والى الان يعني احنا لسه بعاد عنه. والجانب الاخر هو انت وجود تقنيات جديده او استخدام اليات جديده علشان تزيل الكربون العالق في الجو. انا عايز اقول لك ان كل سنه بيزيد يعني الانبعاثات الكربونيه بتزيد عن السنه اللي قبلها، يعني اذا كان في 33 مليار طن انبعاثات كربونيه في عام 2019 وصلنا ل 36 مليار طن انبعاثات كربونيه، 36 مليار طن انبعاثات كربونيه في عام 2021. اذا فالانبعاثات الكربونيه بتزيد ولا تقل، لدينا اكثر من تريليون طن كربون عالق في الجواء في الهواء، فبالتالي ده له تاثيره ايضا. حتى لو توقفنا عن انبعاثاتنا الكربونيه او وصلنا للحد الكربوني، يجب ان تكون في اليه اخرى كمان علشان نقدر نزيل الكربون الموجود في الهواء وفي الجو. نعم، يعني ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات ربما هو ترجمة عملية لما تنادي به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض. في أي مربع يمكن وضع هذه التجربة المصرية الرائدة كمثال لدول العالم نحو اتخاذ ربما يعني خطوات مماثلة؟ يعني طبعا المجال الطاقة زي ما دايما بنقول عليه احنا، هو يمكن اكثر القطاعات، قطاع الطاقة هو اكثر القطاعات تلوثا للجو، محطات توليد الكهرباء و و و وخلافه، دي كلها يعني قد بتساهم بشكل او باخر في تلوث الجو نتيجة استخدام المحروقات في توليد الكهرباء. وبالتالي اللي احنا كلما حصلنا على مصادر طاقة
صديقة للبيئة، ده كل ما بيكون له انعكاسات. ويمكن نقدر نقول هنا ان مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات اللي وقعتها مصر في مجال الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة، يمكن ده اكبر المكاسب اللي ممكن مصر حققتها جراء هذا المؤتمر، ان احنا محتاجين نرسخ فكرة ان احنا نوصل تلك التكنولوجيا الهامة جدا في مصر، خاصة ان احنا ملاحظين ان في اهتمام عالمي بيها، وبالتالي هيتطلب هيزيد عليها خاصة مع عظمة الطاقة اللي في أوروبا، ومع ان فكرة خلال بضعة عقود هينبض الوقود الأحفوري اللي موجود في العالم كله وسوف ينتهي. احنا فكرة ان احنا نوطن تلك الصناعة الهامة بتكنولوجياتها، احنا شفنا ان كان على هامش المؤتمر وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون يورو علشان نقل الجوانب الفنية والتكنولوجية لمصر، علشان تبقى مصر مصدر لإنتاج الهيدروجين الاخضر، وايضا من ثم بعدها الامونيا الخضراء اللي هي بتستخدم في الصناعات وبتستخدم في الطاقه وتخزين الطاقه. فكره تخزين الطاقه دي يمكن هو الجديد في الهيدروجين، وان هو ايضا مصدر للطاقه صفر، يعني مصدر للطاقه صديق، مصدر طاقه صديق، وبيطلق صفر كربون، ما بيترتبش عليه اي انبعاثات غازات دفيئه. دي يمكن التكنولوجيا الجديده اللي احنا بنسعى ان احنا نوصلها في مصر، ومصر جهزت البنيه التحتيه ليها ووقعت اتفاقيات وبروتوكولات بمبالغ ضخمه. وعلى الرغم من ان تلك الصناعه هي صناعه لسه ناشئه في العالم وفي مراحلها التجريبيه، خاصه يمكن كانت صناعه الهيدروجين قبل كده بتكون عن طريق الغاز الطبيعي، لكن الان يعني نحن نتجه نحو الهيدروجين الاخضر بكل قوه في دوله زي مصر، خاصه ان مصر لديها يعني مصادر الطاقه المتجدده قويه جدا من رياح وطاقه شمسيه، خاصه من الطاقه الشمسيه اللي يمكن الدراسات بتنظر على ان الطاقه الشمسيه اللي بتخرج في دوله زي مصر يوميا ولا يتم الاستفاده منها، ده بيعتبر اهدار للطاقه. نعم، يعني ربما وضعت مصر استراتيجيه من اجل مجابهه الاخطار المناخيه، ولعل ابرزها برنامج نوفي يعني الذي اطلقته مصر مؤخرا. ما الذي جنته مصر من هذه الاستراتيجيه؟ طبعا استراتيجيه التنميه المستدامه واستراتيجيه الطاقه النظيفه، يعني احنا بنسير فيها على اكثر من اتجاه. اول اتجاه ان احنا عارفين ان دي صناعه المستقبل، يعني كمان مصر يعني في تصور ان بالشراكه مع الاتحاد الاوروبي ان يتم انها تكون خلال عام 2040 تستحوذ على 5% من سوق الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم، ايضا عشان تلبي احتياجاتك من الطاقه النظيفه. كمان ده يساهم بشكل او باخر في انك انت نقول عليها بنفتح افاق او بنفتح افكار وبنفتح تصورات لاقتصادات جديده او انشطه اقتصاديه جديده ما كانتش موجوده من قبل. يعني المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس هنا برزت كمنطقه يمكن حيويه واستراتيجيه في العالم، ان هي تحتضن الصناعات من هذا النوع. اللي انت علشان انت على فكره على الرغم ان في اكثر من دوله في المنطقه بتحاول تنافسك في هذا القطاع الحيوي الهام، ولكن انا اقول يعني ان وجود تلك الصناعه او توطينها في منطقه قناه السويس هتدي ميزه نسبيه لمصر مقارنه بباقي الدول، بالاضافه للبنيه التحتيه القويه اللي موجوده عندنا منذ سنوات. ده يساهم بشكل او باخر في استيعاب الاستثمارات الضخمه دي، ان لما يجي ده منطقه كبرى او اتحاد كبير زي الاتحاد الاوروبي يدشن استثمارات ضخمه بالشكل ده، لازم تكون الدوله دي مؤهله من بنيه تحتيه ومرافق وقدره تنظيميه انها تستوعب هذا الكم الكبير من الاستثمارات. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الاقتصاد السياسي بجامعه بني سويف الدكتور كريم العمده، اشكرك على كل هذه الايضاحات.